النبره الانهزاميه يسمعوا الكلام اللي حضرتك بتقوله؟ لان في ناس كتير الحقيقه، هو طبعا بايرن ميونخ كاسم وكتاريخ بطبيعه الحال حاجه تخض جدا، مش هنختلف على ده، بس ساعات بتلاقي في وسط كل يعني في وسط الناس الكتيره اللي متفائله تلاقي واحد طلع لك في النص كده يقول لك بايرن ميونخ يا ريس ده احنا ده هيبقى في سيرك منصوب في المقلية. معلش ده عقليات، هو لو قلت له تعالى انت، طب ما تيجي انت سيرك، طب تعالى امسك انت الحبل، يقول لك هاجي بس دخلنا السيرك. فاحنا ما نستمعش. اهلي مؤسسه عظيمه، تبص بس لانجازاتها، ببص للاعيبتها، بص عشان كده بينجح. اي فرقه بتبص للاخرين ها بتنجحش، ما بتهتمش بنفسها. صحيح. فالتاريخ بيقول اهو اهو الاهلي، فن الاهلي كهرة بايرن ميونخ اهو، ده فعل حلو اهو، اهو ده حلو. لا احنا الكوره مالهاش كبير. الاهلي عظيم، الاهلي ان شاء الله هيعمل ماتش كبير ها، وانا سعيد جدا اهو الاهلي يفوز على بايرن ميونخ 2-1. انا عندي يمكن نزل على الفيس، هو ده الوحيد اللي نزل على الفيس كله بينزله موجود، لكن انا عندي اكتر من 12 اسم او 12 عنوان لبايرن ميونخ لجميع اللقاءات. عشان كده بقول لك ان لقاءات الاهلي الحبيه اهو، شوف ده ماتش بقى جميل جدا كويس. عرض تاريخي للاهلي امام ايه؟ مونشن جلاد باخ 2-2. هجيب لك صوره هنا نادره جدا للكابتن حسن حمدي رئيس نادي الاهلي سابقا، فارجو في صوره كابتن حسن حمدي مع كابتن فوكتس لو ممكن نجيبها بالالوان ها، وهم في الملعب وبيسلموا بعض اشاره النادي الاهلي ها، وشايف مونشن جلاد باخ جايه في الطريق هتيجي. ونرجع للجورنال ده تاني، مهم قوي 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 لان يخص الكابتن الخطيب. اوكي. مباراه مهمه. ارجو نرجع للجورنال ده ونرجع للصوره بتاعه الكابتن حسن حمدي وهو في الملعب بالالوان كده وماسكينها مع كابتن فوكس كابتن المانيا ساعتها. خد بالك الالمان طول عمرهم مكن، هم مكن مكن المانيا. صحيح. تاريخ عظيم. صحيح. وصلوا لكاس العالم كتير. وبعدين خد بالك مين رئيس نادي بايرن ميونخ دلوقتي؟ رومانيجيه. طبعا طبعا طارق هينزل رومانيجيه اسطوره الكره الالمانيه واللي ماسك نادي الاهلي رئيس نادي الاهلي كابتن خطيب اسطوره الكره المصريه في نفس الوقت. شكرا للاستاذ المخرج. كابتن فوكس ده كابتن المانيا. كابتن يعني عندهم هناك يعني رمز ليهم. طبعا. ومعانا بقى رمزنا طبعا الكابتن حسن حمدي والحكم الجميل كابتن حسين فهمي. دي صوره من الملعب بالالوان ساعه ماتش 2-2. احنا هنا بنقول الماتش ده مهم جدا. وشوف خد بقى لاحظ مباراة دي حبيه، وكان الملعب 120,000. مباراه حبيه، الناس كانت بتيجي مبسوطه ها، يعني هم في اوروبا وفي جماهير واشتراء وناس بتحضر كتير، لكن يجوا هنا يلاقوا الجماهير اكتر. ده ماتش حبي، ده الناس بتحب النادي الاهلي كده، المصريين بيحبوا النادي الاهلي كده، ان هو واجهه لمصر. النادي الاهلي واجهه لمصر. لا وده اللي خلى كتير جدا من الفرق الاوروبيه لما تحب تخوض مباريات وديه مع فريق قوي وند طبعاً. وخصم قوي طبعا. النادي الاهلي على طول، النادي الاهلي بطل افريقيا ها السنه دي، وقبل كده كذا مره نوصل للنهائي وقبل النهائي وسبع ثمان مرات ناخد جدا. احنا بنتكلم على مين؟ رمز نادي القرن. ده ماتش بتاع 2-2. الكابتن اشرف عبد الباقي ما شاء الله بالهيدز. اوكي. 2-2 ماتش. الجون الاول كابتن خطيب بيلعب اهو، الكابتن احمد عباية الجون الاولاني بيهده، والجون الثاني الكابتن انور سلامه يلعبها بدماغه وتخلف لعيب من الفريق الالماني وتخش. دي مباراه جميله من الملعب. شوف كابتن جمال، كابتن جمال عبد العظيم اهو معاه الكوره، كابتن خطيب جاله قدام اهو. فرقه جميله. وايه ده كابتن مصطفى عبده ها يا طبعا. لا وكل اسم من دول كان في عز مجده وقتها. لا الناس دي كلها اصل الناس، اي جيل بيمثل النادي الاهلي في اي فتره زمنيه حاطط على عاتقه جمهور العظيم طبعا كله. طبعا بره مصر. لا والتاريخ اللي ما ينفعش يعني يحتوي على حاجه تانية غير انتصارات او اداء مشرف يرتقي ويتناسب مع تاريخ النادي الاهلي وقيمته. ما انا قبل كده سمعت حد بيقول ان ازاي جمهور الاهلي بتودي لعيبه الاهلي وتقول لهم لازم تكسبوا، ما فيش حاجه اسمها خساره. طب ما دي طبيعي، مين انسان بيحب يخسر؟ ها؟ في ناس في فرق عندهم روح الانهزاميه، احنا عندنا روح الانتصار، عايزين على طول ننتصر، عايزين نكسب. طب ازاي؟ يقول لك اصله بيحطوا يعني ما نخسرش، لا الناس بتقول المكسب يا اما مش عارف ايه، بيحطوا جواهم حته اللي لازم نكسب. لا مش كده، احنا فريق اتعودنا من زمان ان احنا على الانتصار، مين بيحب الهزيمه؟ مين بيحب الخساره؟ صحيح. كل الدول العالميه اللي وصلت على طول كانت بتبص لقدام، احنا لازم نبص لقدام والاحسن. وعايزين نشوف يا ريت في مباراه مهمه كانت اخر صوره عرض للجورنان، دي مباراه مهمه جدا وليها قصه جميله، ليها حكايه ظريفه. يعني مباراه الاهلي والترسانه كانوا زمان مكثفين، يقول لك الاهلي والترسانه يعملوا فرقه من بعضهم ولعبوا فرقه اجنبيه جايه مصر.
وده حصل ما بين الاهلي والزمالك كمان وده على فكره. حصل كتير طبعا طبعا. احنا كمان لعبنا ماتش في حب مصر قبل ما يجي بعض الناس وبعض الافراد يعكروا الجو مش الجماهير، ممكن الجماهير دي مغلوب على امرها، بعض الافراد شكرا جدا. ده اتحاد نجح اتحاد الاهلي والترسانه بفوزه على اوديسا ثلاثة اهو. مين اللي جاب لي جوان؟ كان ساعتها الكابتن الشاذلي طبعا كبير هداف الترسانه وكبير هداف مصر يعني ونجم منتخب وحاجه عظيمه، جاب جون اولاني. نزل كابتن ناشئ جميل كده اسمه كابتن محمود الخطيب اوكي جاب جونين الانتصار، جاب الجون الثاني وجاب الجون الثالث، والاهلي والترسانه كسبوا فريق اوديسا، الفرقه دي كانت باظت روسيا وجايه مصر وكسبنا روسيا، وكان ساعتها بقى الروس ومصر وعبد الناصر والاتحاد السوفيتي والاتحاد الشريك والاشتراكيه والحاجات اللي كانت طالعه في الجديد مقدر دي، وكان ساعتها الاهلي كسب 3-2 مباراه جميله. مين الخطيب ده؟ مين رمزي الكابتن الشاذلي جاب جون طبعا ده طبيعي يجيب جوان، لكن الناشي الصغير الناس ده في 1972 في اول اشتراك لنادي الخطيب صغير جونين ويقلب المباراه.